مصطفى يعني عشان الناس تعرفك. لا انا عرفي نفسك. انا شايف مصطفى. انا شايف انا لسه بقى اذا كنت تشرحي. طب بصي للكاميرا. لا مش بشرح، انا بقرا نفسي. طب اتفضلي. لا انت خلاص انا لايف بدات اهو. يلا يلا نصور. يلا والله او شيئين. اه اللي يحصل بقى نضع ايه؟ نضع صفه بين الشخصين او الشيئين او الشيئين. يعني مثلا زي اي او يعني مثلا عايزين نقول التيشيرت ده لونه احمر. هو مين الرسم؟ الرسمه دي انتي شاطره حلو. التيشيرت ده مثلا لونه احمر، تمام. فهو ايه وايه عايزين عليه ان هو يقول ان هو احمر من التيشيرت ده اللي هو الازرق. الازرق اه تمام تمام. هنقول ذا ريد شيرت. ايوه لونج ايرش اللي هي دي اوف لونجر. لونجر ذا بلو ايه؟ ذا بلو التيشيرت. شيرت. طب ايه رايك بقى لو انا بقى عايز ابتدي الجمله بالشيرت الازرق؟ هتقول اطلعي بقى قولي انت بقى حاجه كده. اطلعي قولي التيشيرت سمولر. ذا بلو سمولر. سمولر ولا شورتر اقصر؟ سمولر. ماشي ماشي شغال. اكتبيها بقى اكتبيها. شورتر. هخليك تطلعي تكتبيها. اتفضلي اتفضلي. يا جماعه النهارده احنا بنشرح مع بعض مع شهد. حبيت تشرح لنا قاعدة المقارنة. هو ده يونت كام يا شهد؟ معلش يونت كام؟ يونت 10 منهج تاني اعدادي. يونت 10 اللي احنا هنمتحن فيه في شهر ابريل ان شاء الله. قاعدة يونت 10 بتتكلم على الكومباريزون او المقارنة ما بين شخصين او شيئين. بنحط الادجكتيف بلس اي ار بلس زي ايه؟ زي ايه بقى؟ معاكي ذا لوستر. ايه لوستر دي؟ اقل من اقل. شو انت عايزها اقل ولا اقصر؟ هو ده اقل صح؟ اقصر اقصر. مش انت قلت من شويه سمولر؟ صح. غيرت كلمك ليه؟ ما انا قلت لك سمولر. ماشي مشيها. وبعدين هو ايه اللي سمولر اصلا؟ بلو. طب ما تكتبي ذا بلو شيرت. ذا بلو. لقيتي قلم؟ ما لقيتيش قلم؟ ليه؟ شيرت. هطلعك في الكاميرا. ليه ما طلعتيش؟ شفتي كده كده طالعه؟ بنت اللي جنبك. ايه ده انت لوحدك؟ لا طلعي معاها عادي. المفروض تطلعي معاها. لا مش هجيبك كده. حضرتك تنزل بدين وتقول مين الافضل من في الشرح يعني؟ سعادة هيجي لك مشكلة. شفت يا دي داخلة تحدي معاكي ايه؟ انت عايزة تشرح من اول وجديد؟ وايه ونشوف؟ سمولر. دي صاحبتك سمر. شيلي شيلي. سمولر اس ام اي ال ال اي ار. يا نهار ابيض. ايه؟ ال ال اي ار. ماشي ماشي. التيشيرت سمولر. وبعدين ايه؟ وبعد كده ذا بلو شيرت زين. ذا ريد ايه؟ شيرت. ريد شيرت. تمام تمام جميل. النهارده احنا بنتكلم في جرامر يونت 10. تمام تمام. واللي هو المقارنه. المقارنه او شخصين او شيئين. كويس قوي. او حاجتين. جميل. قولي بقى. هي القاعده بتقول لو اي حاجه انت عايز تقارنها بين شخصين او حاجتين تحط اي ار بعد الصفه وبعد كده زائد. جميل خالص. تمام. هنا ريد تيشيرت يعني التيشيرت الاحمر. ذا ريد فهنا بلو تي شيرت اقصر. اي تمام. فاحنا نقول ازاي ان التيشيرت الاحمر اطول من التيشيرت الازرق؟ هنقول ذا ريد تي شيرت ايوه از لونجر عشان نحط لها الاي ار. بعد كده زي بعد كده ذا بلو تي شيرت. ممكن اسالك سؤال؟ نعم. اكتبي على التيشيرت الاحمر ب 100 جنيه. اكتبي تحتيه كده. اوكي. 150. وعلى التيشيرت الازرق ده عشان صغير خليه مثلا 70. 70 عبري عنها بالانجليزي ان التيشيرت الازرق ارخص من التيشيرت الاحمر. وهطلع شاهد ولا تقول زي صح تشيب بس ولا تشيبر؟ تشيبر. يلا اكتب بقى الجمله. يبقى ذا بلو شيرت هم سامعين هي ومش انتي خليكي معايا. ذا بلو شيرت. هو انت رايحه فين؟ انا مش عارف. مش عارف يعني جمهورك اللي على اليوتيوب مستغرب.
خلصينا. ذا بلو شيرت. تمام. إز شيبر أرخص. شيبر عاملاه خروف بالسي مش بالاس. اي اي بي اي ار. زين زين ز ز. احنا طالعين لبرج كده. كملي كمان. وعاش يسالني على الصبور. حلو حلو. طالعين الهرم. طالعين توبة توبة. صح. بس كل حرف وليه الرياضة اسمه منحنى ولا اسمه ايه؟ وشكرا لشاهد. احنا ناخد اجابتها بالنية مش بالكتابة. قولي يا بالنية كده. ذا بلو شيرت از ايه؟ تي شيرت از تشيبر زين زي هو ده كوبري ستاندي. هو ده كوبري ستاندي. يلا يلا. طب ايه؟ نسيتي ولا ايه؟ ذا بلو شيرت. لا هنا هتبقى المدرب برضو؟ لا لا اتفضل. ازاي؟ از تشيبر. تشيبر زين. قولي سامع. هي بس تشيبر. تشيبر سي اتش اي اي بي اي ار. سي اتش اي اي بي فور بن. بي فور بن. البي فور بن. شكرا. استنى. ايه قلتو؟ ايه قلتو؟ هي بقى. هي قبلها ايه؟ فاكره؟ ايوه هي وشي لا از. ايه قلتو؟ طب اطلع يا جماعه بقى. يو ار يو ار. انت طالع هو هتطلعي قلتو في الكبيره ولا لا؟ من اربع حروف ايه و اي بي ال اي. انت غششتها. ما تجيبيش بقى. قال لي هو ده احنا فين؟ ايه قلتو؟ ايه قلتو؟ وبي؟ تعو. جيبي تعليم مجاني معلش. اللي ايه؟ اللي تمام. بيجي بعدها تو بقى. بتيجي بعدها تو. ايه قلت بتيجي بعدها تو؟ تو. بمعنى ايه يا استطيع؟ بمعنى او سبيلي قبلها اما واذا وايه؟ اه. في تكتبيها؟ حاسس بس ام او ايز او هاتي بقى. تمام. بتيجي انت ايه
نعم. إما أي. إما أي. أي 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 بس. إما أي. ودي بتيجي مع مين؟ إسمع هي وشيء. وآر بتيجي مع زي وي ويو آر. وآر بتيجي مع زي أو وي أو يو. أو أو. زي زي. أي. آر بتيجي مع آر. زي أو وي أو يو. زي أو يو. دي معناها يستطيع يبقى اما واذا هو ايبل تو. طب ممكن تقول لي الجمله اللي تحت اي كان كام دي بايبل تو تتقال ازاي؟ ايه هي اللي هتقول لنا ما هي اللي ما هي اللي ما هي اللي بقى على المثال بتاعك ايه وليها انا وليها 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 ايبل تو الاول كده على طول لا في انا بقول لك الاول في الاول اي ايبل تو لا في ام والله في ام تحطها فوق ايه I am able to. I am able to eat. Come. صح. I am able to come to the bar in this afternoon. واللي بعدها انا بحب اقول كان تحط able to زي معاها. اه خليتك تقول able to. I am not. I am not able to pick up the dog. I am not able to pick up the box. My arms are weak. Weak يعني جراحي ضعيف. تمام. طيب عايزين بقى نشرح نو دي يعني يعرف بيجي معايا او تو ايه الفرق ما بين نو ونص انا بكلم عن في النص في النص حلو دي نو يعرف ونص يعرف ايه الفرق ما بينها ده بيجي معايا وشي وشي ودي مع اي وزي وي 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 وبيجي بعدين هاو تو الفعل في الايه المصدر المثال تحتيها حد يراوي ترجمه حبيبه حبيبه اوعي عشان تجيب قطعه الكاميرا اوعي بولي جرافي يعني كده بولي جرافي يعني فن الخط فن الخط حبيبة بتعرف كيف تعمل فن الخط فوق بقى في النفي لا تعرف يعني ايه دونت نو او دازنت نو وبعد كده هاو تو صح؟ صح ودازنت بيجي بقى قبلها هاي هي او شي او ايت والسؤال بدو او ايه تحت السؤال بدو او ايه بس تحت خالص معناها 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 على دو او داز هل تعرف؟ هل تعرف؟ هي كانت معاهم واحدة كمان كانت كملت الحصة دي اسمها دي بس خلاص كانت بوظت طيب حد عنده اي سؤال في الجزئيه دي؟ اذا كان هو ده اسمه بس في النص كده يونت 9 جرامر يونت 9 عشان اللي يشوف الحلقه ديت مش عارف هيكملها للاخر ولا لا ما اعرفش بعد حسبت عمل كده هيبقى عندهم كلهم بس الله اعلم لو كملوا للاخر واتمنى انتوا يا جماعه تكملوا اعرفوا ان احنا كنا بنشرح يونت 9 شكرا للاداء البرفورمانس مع الطالبه الجميله فريده والطالبه الجميله شاد والطالبه الحاضره معانا برده بسمله واللي بيصور يا جماعه